نشكر زملائنا على هذا التقرير. الهامبرجر بنشتري من برا دائما، بقول لك دائما اسكى. فاي ابو عتيلي عدتنا بهذا التقرير طريقه عمل الهامبرجر، خلينا نشوفه مع بعض. مرحبا مشاهدين قناة الأردن اليوم، معكم نورة عبد الهادي من مطبخ لايتي لايتس. اليوم رح نعمل برجر العجل بس بطريقة صحية. رح نعمل يعني اختلافين أو بديلين صحيين. بدل المايونيز رح نستعمل الأفوكادو، مهروس الأفوكادو، وبدل دهن اللحمة رح نستعمل طريقة هلأ بفرجيكم إياها، اللي هي بنخلط الخبز مع شوية حليب. هلأ رح نبلش أول إشي بعمل خلطة العجل. رح أحط شوية خبز محمص، يعني محمص عشان إنه بس رطوبته تخف ويقدر إنه يمتص أكثر كمية ممكنة من الحليب. هلأ أنا محضرة كمية شوي أكبر من اللي رح نستعملها، بس كل حدا حسب احتياجات العيلة أو عدد الأفراد اللي رح يتناولوها. رح ندير شوية حليب عليه، اوكي، بنتركه شوي إنه يتشتش بالحليب مزبوط. هلأ لو ما انطحن على الآخر برضه مش غلط، لأنه يعني كيف مرات بيكون قطع. خلينا بس نستعرض المكونات. مكونات البرجر نفسه خبز وحليب والعجل، لحم العجل، يعني حاولوا تجيبوه يكون من غير دهون. رح نحط شوية بصل مفروم كتير ناعم بقلب البرجر، ورح نحط ملح وفلفل أسود وبهار. يعني هلأ إذا كانت نوعية اللحمة منيحة ما بتحتاج إنك، أو حرام الواحد يضيع طعمة اللحمة ببهارات يعني يغير، فملح يعني ملح وفلفل أسود كافي، بس مرات ممكن الواحد إنه يزيد شوية بهار. رح أحط شوية بصل، هلا رح احط اضيف اللحمه. هلا بنحركهم مزبوط لحتى تتجانس كل المكونات. هلا زي ما لاحظتوا الخبز حتى لو ما كان مطحون على الاخر رح يكون فيه هيك زي شوي قطع. هاي القطع بتبين زي كانها ليه، بس هي فعليا مش ليه، هي عباره عن الخبز اللي انتشتش بشويه حليب. اوكي، هلا اجى الوقت انه نضيف البهار، طبعا يعني حسب الرغبه قديش كل حدا بحب، وشويه ملح. طبعا الملح كل ما كان كميته اللي عم نضيفها على الاكل اقل كل ما احسن، بس هو بالتعويض. يعني في ناس بيقولوا لك انه احنا ما بنقدر ناكل من غير ملح، بس هم فعليا بيقدروا بس مو متعودين. يعني لو يصيروا شوي شوي يخففوا كميه الملح رح يصيروا كثير بيقدروا يعني يتناولوا اكلهم بملح اقل. حتى السكر نفس الشيء، السكر برضه بالتعويض. طيب هلا هيك الخلطه جاهزه، خلينا نكبكبها على شكل برجر، نحطها على النار. بهاي الاثناء بنعمل دريسنج الافوكادو. خلينا نحمي الغاز شوي. رح ندهن القلايه نعمل فيها برضه بشويه زيت، ما رح نكتر. شوي رح اوطي الغاز عشان بس قبل ما اكبكب اللحمه ما تكون حميت كثير. يعني هاي الكميه ممكن تعملنا ثلاثه حسب قديش الوزن. في ناس بحبوا يحطوا جرامات كثير باللحمه، انا ما بفضل، يعني بفضل تكون الخضار
تكون سندويشة غنية بالخضار والأشياء اللي جنب البرجر أكتر من اللحمة، بس هاي يعني حسب احتياجات كل شخص قديش بيحتاج كمية بروتين باليوم. وهي مغطاي على النار كتير واطية. هلأ نرجع للصوص اللي بدنا نعمله اللي هو صوص الأفوكادو. نحاول نهرسهم أكتر ما يمكن، نعمله زي بيست. هلأ الأفوكادو من الدهون أو الزيوت اللي كتير كتير مفيدة، يعني أنا كترت شوي أفوكادو بس عشان يعطي هيك يعني تراوي للسندويشة ما تكون ناشفة. أوكي. هلأ هاي الدورة الثانية، رح أحط البرجر هون عشان أسهل إلنا للسكر، ورح نبلش نضبط صحننا. هاي واحد دورة، هاي الثانية، هاي سندويشة البرجر. أول إشي ننزل الخس. هاي سندويشة ثانية، هنحط البرجر. وهيك طبقنا بيكون جاهز لليوم. بحب تجربوه، الأفوكادو بديل عن المايونيز، والحليب بديل عن دهن اللحمة، وجربوه قولوا لي. صحتين وعافية. يعني بالفعل وصفة صحية 100%، قديه بتكون كمية السعرات الحرارية الموجودة فيها كتير قليلة وكتير صحية، وألوانها برضو ممكن للأطفال إنهم تلفتهم إنهم يتناولوها. بدي أشكر زميلتنا آية أبو عتيلة على هاي الفقرة الرائعة. وهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. نختم معكم بمقولة عادت لنا إياها زميلتنا دينا من فريق الإعداد: المرأة كالزهرة، إذا اقتلعت من مكانها توقفت عن الحياة. بتمنى لكم بقية نهار ممتع وعطلة نهاية أسبوع سعيدة مني ومن زملائي. إلى اللقاء.